رائحة الطعام شهية جداً يا ماريا، لكنك لن تدخلي قلب ذاك الرجل بالطعام فقط. أي رائحة وأي رجل أماندا؟ أتحدث عن تورغوت، وكما أرى أن وضعكما ليس جيداً، وقد فكرت بأن... لا يهم ما تفكرين به أماندا، تورغوت هو ضيفي فقط. تورغوت، لما نهضت من سريرك؟ أنا بخير. لست بخير. أنا جائع. تسير مثل الأشباح وتقول إنك بخير؟ هيا اذهب إلى فراشك وسأحضر الطعام لك. قلت إنني بخير، ألم تفهمي؟ أنا أعتذر منك، ولكن لا أدري ما الذي حدث لي من كثرة النوم. كنت سأجن لو لم أخرج. أمضيت حياتك فوق ظهر الخيل، أنا أفهمك، لا تقلق. هيا تناولا الطعام معا، لن أقبل أي اعتراض منك. لا خلاص لك من ماريا حتى تشفى، أنت مدين لها لأنك حي. فنمنع هذا العمل يا سيمون، عليار سيطلب مكانا من أجل العمل. أبي أصبح شريك أرطغرل، يجب منع هذا أو ينتهي الاتفاق. خرقت الاتفاق عند مجيء فرانك أورال، نسيت الموضوع؟ ذلك الأمر شيء آخر، ثقة أبي بي تلزمني، أنا أعرف الكثير عن أرطغرل وأنت لا تعرفه. سينتهي كل شيء إن هو أتى. يبدو أن الغضب أعمى عينيك، أنت تخاف أرطغرل وتحاول أن تقحمني معك. فليأتي أرطغرل إلى هنا ثم نرى. أرطغرل لن يأتي بنفسه إليك، عليار من سيأتي، وأنت ستقول له إن هذا العمل لن يتم وسوف تغلق المسألة. سيمون، تورغوت ألب، أليس كذلك؟ من تكون أنت؟ عليار ابن سيد جاندار. السيد أرطغرل كان ضيفنا بالأمس وتحدث عنك كثيرا، حمدا لله أنك حي. بدل أن يبحث عن من فعل هذا بي وبالمحاربين، يحضر الزيارة والولائم؟ يبدو أنه لن يقوم بواجبه، يجب أن أشفى سريعا كي أحاسب الأوغاد بنفسي على ما فعلوه بنا. منذ فترة أريد أن أكلمك سيد سيمون. تفضل تورغوت ألب. المعروف الذي قدمته لي أنت وأختك لن أنساه لكم أبدا. سأجد قطاع الطرق الذين فعلوا بك هذا أنت ومحاربيك، لقد كنت متأكدا من هذا. إن فعلت أتمنى أن تخبرني. سوف أخبرك تورغوت ألب. حمدا لله على السلامة، أراك بخير. شكرا لك. تورغوت أتى كي يتناول الطعام أخي. إذن فقد تعافيت. بفضل سيدتي ماريا. هل ستعود إلى قبيلتك؟
كنت رئيسا لمحاربيهم. لن أذهب إليها قبل أن أنتقم للمحاربين الذين كانوا معي. بعد إذنكم. تورغوت رجل خطير، سينتقم من الذين فعلوا به هذا. لقد قرر. لا أتمنى أن أكون مكان من فعلوا به هذا. أخي عليار، إن رؤية أناس مثلك في هذا السوق عديم الرحمة يضيف قيمة إليه. شكرا لك أخي. قد أخبركم عن طلبات السيد أرطغرل والسيد جاندار. كنت أود أن أكون معه، ولكن ذهبت لرؤية محارب مصاب. حزنت من أجل المحارب سيد عليار. السيد أورال أوصل طلبكم. وقد قلت لك أبي أعطى المهمة لأخي عليار، ومهمتي أن أعرفكما على بعضكما. أعرف أنكما كنتما تعملان معاً وبينكما مصالح، لكن القبيلتان تريدان الشراكة، وإن لم ينفذ العمل في الوقت المطلوب فعندها سنتولى الأمور. في النهاية أنا تاشر وأهتم بعملي، وبالنسبة لك فأنت محق أيضاً. أنا لا أعرف السيد أرطغرل وأريد التعرف عليه، فإن تلطف وأتى فسنصل لحل مناسب.